بونجور، كيفكم؟ بعرف صار لي فترة حتى حسي ما عم تروح كل هالسنين يوتيوب والسينما مع الحساسية، الحساسية واليوتيوب رفقة بيحبوا بعض. المهم اليوم لقيت شي جديد، لقيته عند سبينز مكتوب عليه لونج تشيبس سي سولت وفينيجر، واللونج تشيبس سي سولت. اليوم شوي الكاميرا عالية مشان هيك الفيو فايندر اللي اطلع عليه شوي صعبة. على كل حال كنت تحملوني فيها جرب ظبط القعدة سنة عم نشروي. المهم هذا الشيء جديد لقيته، هذا عليه صبية حلوة، هذا عليه بحار منه حلو، سي سولت فينيجر، وهذه سي سولت على الحل. شفت نكهات تانية وسابي وهالاشياء، صرت بجرب هدول كم معي هلا منهز هذا ومنهز هذا من نفس الشيء. اذا طلعنا عليه مكتوب لونج تشيبس بوتيتو سناك سي سولت 75 جرام. عم جرب شوف اذا فينا نعرف اسم الشركة، بعتقد مكتوب هون الشركة اسمها فيرنس. اصلا النوعية اسمها لونج شيبس، صلاحية لل 2019 9/7/2018، منه كتير عطيق. هلا عليه في بالعربي محطوط اذا فيكم تشوفوا انه منه بيور امبورتد، يعني هون اللي بيبين. بس حجرب شوف اذا فينا نعرف بلد المنشأ، إذا في مجال. برودوسر صنع في لاتفي. شو هاي جديدة؟ شو لاتفي؟ تعالوا نطلع. Made in لاتفيا، صارت لاتفي. هذا صنع أوروبي من لاتفيا، هذه بعتقد شرق أوروبا أو شي شغلة. المهم أكثر هناك معلومات ما في. في عنا الإنجريدينتس بوتيتو، لفت ترنب أويل. حيروح على الانجليزي لان انا معذب حالي اصلا. في بالانجليزي راح اوهيك لنشوف انجلش بوتيتو سناك وذ سي سولت بوتيتو فليكس ريب سيد. ايوه احوي ريب سيد اويل، افضل نوع الاويل هو السيد تبع الريب، يعني either you rape or you rape. هذا الريب سيد اويل، انه بس يصير في ريبينج بينزل الاويل تبعه بصير ريب سيد اويل، استغفر الله العظيم. المهم ويت سيمولينا ماني سامع فيها، بوتيتو ستارش سي سولت روزماري اكستراكت، يمكن بقلبوا ميلك وماسترد ستور ان كول دراي بليس لايك ماي هارت. هون اكيد في الديلي نوتريانت، اكيد مثلين الصوديوم، يمكن بقلبوا هذا الصوديوم اكثر انه بلا صوديوم، اكيد بقلبوا ملح اكثر من في ملح بالبحر. توفيت توفيت. المشكلة بدي اقول لكم شغلة، ليش عم بختنق؟ جيت على البيت اطلع بالاسانسير لقيته عم يطلع طابق ال 11، يعني انا وصلت كان بالثالث، وصل على ال 11 اخذ وقته ورجع نزل. المهم هيدي لاحظتها نوع من الكيرس، يعني كلها بيجي على البيت طابق ال 11 او التاسع بيكونوا طالعين قبلي وبلش سب على القصة لانه يقعد انطرهم. المهم وقت ما نزل بده يكون جاري بال 11 ام لا، طلع تبع الغاز، سبيته بقلبي وخليته يروح. انا طلعت بالاسانسير قسما بالله قسما، انا فت على الاسانسير وبا كف من هيدا من الهون من الكف المفتوح بالريحه، ريحه بودي اودر، ريحه عرق ما فيني اوصف لك. لك الله يعطيهم العافيه بعرف عم يشتغلوا، بس يا اخي انا بروح على الشغل مثل مثل العالم باخذ معي ريحه، اذا عرف حالي بدي اعرق باخذ معي ديودرون برشح حالي شوي. ما ضروري تفوت على الاسانسير تطلع منه وريحتك تلزق، ريحتك تعلق بالهواء، يعني في موليكيول وبارتيكلز لريحتك منتني بالهواء. كروح الجبل قرف. قال قال الشغل منه عيب، الشغل عيب، منه عيب الشغل، بس بيكون عيب لما انت ما بتهتم بحالك. المهم نرجع المفيد، خلينا نجرب اللونج شيب سي سولت. بجرب افتح بطريقه شوي فنيه من ورا، اذا سمحنا نفتح بطريقه فنيه لانه حاسه ما جاي عباله وملزقينه بصمغ التيكو. انا حكيت ما عبي يفتح، شو بدي اعمل؟ جربنا الله وكيلك جربنا، بس ليك طلع هذا نوع الصمغ تبعه، هذا هو التشيبس اذا لاحظته.
يعني جرب نسحب ون تشيب بيناتهم لتشوفوا قدي طولها. بدي يعني اكسرها من الطول. هيدي بوتيتو تشيب يا شباب، يعني هيدي تقريبا قد شي 3 برينجلز كلهم من تحت، بكون شوفوها نفس الشغلة. خلينا نشم الريحة وقلكم الخبر. ريحة بطاطا وزيت بعتقد فيها تنكسر، هي طريقة تنكسر من هون. خلينا ناخد طعمة. بي اس، ملاحظة للحيوان اللي بيكتب لي تحت، مرة كتب لي انه صوتي انا وعم لقمش منه عاجبه، فيني اقول له شغلة اجري فيك، يعني انا عم شرب اسمعكم نصات، ما يعني عم بمشي بالشارع وبلقمش هيك يعني يا دب، يعني ما بدي زلك اكتر من هيك يعني. نسيت اسمه، بس واحد بعتقد نوع من الحيوانات كان عم بيعلق على الموفي تبعي تبع سنيبس. اخي هذه اسمها فود ريفيو شانل، يعني انا علي لكم التكشر، علي لكم الطعمه، وعلي لكم الكرنش تبعه، واذا منه عاجبك اندفس روح على شانل تاني. مرسي كتير والله يعطيك العافية. المهم اسمعوا لتلقمشي، بدي اليوم قوية قد ما فيني كرمال حضرة جنيبه ينزعج أكثر. يلا هنسمع. بسم الله. ما فيها قرش كبيرة وطعمتها ما بتحسها كأنها كتير فريش، يعني في الملح نكهته موجودة، هي أصلا كتير رقيقة إذا انتبهتوا انه منا من طقل ليز ستاكس او البقين، كثير خفيفه. جرب مره تانية يا حي، هجرب خرجيكم اياها من قريب، يعني طالعه مثل كانها شيط لازانيا. لا باس بها، لا باس، بس منو شيء منو صحفي، بس مقبوله. ما فاجأتني خفة النكهة تبعتك ولأنها رقيقة، وللمعلومة العامة طعم بتشبه البرينجلز كتير. على كل حال هذا كان اليوم الفود ريفيو تبعنا، بعتقد حق 1500 ليرة يعني دولار، ما حتكسر حدا، وفي كمية كفاية يعني سببكم تسلوا فيها بالليل حتى التي في كتير منيحة. ولا بأس يعني إذا بدي حط لها بوينت بعتقد 5/10، ما فيني اعطيها اكثر من هيك، ما حاعطيها اقل لانه منا مقرفه بس منا طيبه كثير. على كل حال ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وبشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. باي. اختنات مو اليوم ما زبطها معي. يلا يعطيكم العافيه، واذا عجبكم الفيديو بليز لايك، بليز سبسكرايب، بليز كومنت. والناس اللي دائما في واحد اثنين بيحبوا ينبسطوا يحطوا لي ديسلايك، حطوا لي ديسلايك، ميرسي على الديسلايك اللي هي هيك، لانه هيك وهيك عم تعطوني فيو وانا ما عم بلاقي فيوز اصلا هالايام. يعني اي فيو، يعني مثل ما بيقولوا any news is good news، يعني any view is good view، dislike unlike مسبي على الكومنت اي شيء، كله ميرسي لانكم عم تحضروا الفيديو وعم تعطوني فيوز. ثانك يو. يلا باي.